السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في قناة سارة وانتصار، قناة 100% ديال الدار. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد صابلي بنسلي، كيجي رائع وكيجي لذيذ وكيجي مقرمش وكيخرج كمية كتيرة، مقادير بسيطة. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو ربع ديال الزبدة، كاس معمر ديال الزيت، كاس ديال سنيدة مقياس كاس العنبة، جوج بيضات، واحد فانيلي تمسيم، والدقيق حسب الخليط. ندوزو الطريقة. كناخدو الزبدة، تقدرو ديرو أي زبدة بغيتو، أنا هنا درت الزبدة لدة، كنضيفو عليها سنيدة وكنخلطو الزبدة تكون ب درجة حرارة غرفة المطبخ، ونخلطو مزيان هاد السنيدة والزبدة، ما خلطنا الزبدة والسنيدة نضيفو هداك كاس معمر ديال الزيت وكنخلطو، كنضيفو دوك جوج بيضات ديالنا، وكنضيفو من بعد ساشي ديال الفاني، كنخلطو كلشي مزيان حتى كينسجمو لينا، وكنبداو نضيفو في الدقيق. ودابا غادي نبداو نضيفو في الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل، بشويه بشويه حتى كنجمعو العجين ديالنا. صابلي كيبغي ديما يتعجن، ما كيدلكش بالطول الاطراف الاصابع. ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش وما نقصحوش بزاف. انا غنكمل تنجمع العجين ديالي ونرجع معاكم. ها هي العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا، ها هي تجمعات، كتبقى خفيفه ما كتقصحش بزاف، بقى خفيفه شويه. دابا غادي نجمعها وغنديرها في الغلاف البلاستيكي وغندخلها الثلاجة على الاقل واحد 4 ساعات باش ترتاح، ونرجعوا باش نشكلوها. بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالي خرجتها من الثلاجة، كنديرها كشكل كويرات، كنرش شوية ديال الدقيق وكنديرها بين جوج بلاستيكات وكنطلق. المهم السمك ديالها ما كنرقوها شي شوية، ماشي بزاف، شي شوية
وما تخليوهاش غليظه حيت من بعد تلصقوهم. من بعد كناخذوا اي مرشم عندنا، اي مرشم بغيتو نتوما. انا خديت هذا المربر كنديروه في الدقيق وكنبقاو نطبعوا. وكنهزوها غير بشويه حيت كيكون الصابلي ديالنا هشيش، وكنحطوها. تنكملوا الكميه كلها وكندخلوه الفران اللي يكون من قبل سخون ومنقوص منه درجه الحراره متوسطه. انا كنشعلو غير من التحت حتى كيتحمر لينا الصابلي ديالنا من التحت وكيطيب، وكنهبطوه شويه لتحت غير باش ياخذ شي شويه اللون، وكنخرجوه وكنربطو معاه البال حيت دغيا كيطيب. انا نكمل الكميه اللي عندي وغندخلو الفران يطيب ونرجعو باش نشوفو طريقه التزيين. ها هو الصابلي ديالنا بعد ما طاب، ما كيجي بحال هكا، كيجي اللون ديالو زوين. كنحتاجو بالنسبه للتزيين كنحتاجو كاوكاو كونكاسي ولا مهرمش، واحد العلبه ديال حليب نسلي محلى كراميل، وكنحتاجو معلقه كبيره ديال الناباج. المهم انا وجدت من قبل هنا باش ما نطولش عليكم، درت معلقه ديال الناباج ومعلقه صغيره ديال الجليكوز ومعلقه صغيره ديال الكراميل حليب كراميل. كناخذو ديال الحبه ديالنا كندهنوها وكنحطوها. وهنا درت كراميل، وكنلصقو الوحده ديالنا بحال هكا، كيجي الشكل ديالها بحال هكا. نعاود معكم وحده اخرى، كناخدو وكندهنوها. ممكن تفندوها في اللي عندكم اللوز كونكاسي ولا ايفيلي ولا اللي عندكم، مهم اللي متوجد في الدار. وكنديرو كراميل ديالنا وكنغطيو بحال هكا. تقدروا تخليهم بلاش تغربلو عليهم غير السكر بلاصي، المهم التزيين كيبقى اختيار. انا غنكمل الكميه اللي عندي ونرجعو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. ها هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا بنسلي، كيجي مقرمش وكيجي عند فيه واحد المذاق رائع وكيجي زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو ديروا لنا لايك وتابوناو معنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا، وخلونا لي كومونتير. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام.